تماما زي ما قالوا زميلاتي الاعزاء، حقيقي المتحده السنه دي بتقدم تنوع يعني رائع، وتنوع درامي مختلف، وتنوع في الفئات، وتحديد الجمهور المستهدف. كلنا كنا عارفين طبعا لما بندرس في الاعلام، انت قبل ما بتخطط لاي خريطه سواء برامج او دراما بتشوف مين المشاهد بتاعك، ونوعيه المشاهد ايه، والناس عايزه ايه، والقضايا والزمن وانت عايز ايه كمان يشكل الوجدان. في السنة دي الحقيقة في حاجات كتير جدا انا معجبة بيها. طبعا الحشاشين تحديدا يعني انتاج ضخم كبير جدا، مجهود كبير قوي، هيجي كمان جودر بعد كده برضو نفس يعني انتاج ضخم. ده غير بقى المسلسلات الاجتماعية. خليني نبدأ سريعا لان وقتنا في رمضان قصير. هي مجموعة من المسلسلات بتتقسم، عندنا 15 حلقة وطبعا عندنا 30 حلقة، وده كده هنشوف مع بعض. تعالوا نبدأ كده ونشوف مع بعض الدراما الاجتماعية، لأن كلنا في البيوت كمان بتهمنا الدراما الاجتماعية. عتبات البهجة، عودة ووجود النجم الكبير يحيى الفخراني على شاشة رمضان، والمخرج الكبير أيضا مجدي أبو عميرة. المسلسل من 15 حلقة وموضوعه اجتماعي، واللطيف أنه يعني بيرصد اختلاف الأجيال وكمان بتغير الزمن واللي بيحصل في المجتمع، ولكن بشكل كوميدي لايت، لأنه بهجة الأباصيري طالع هو نفسه يعني زي انفلونسر أو بيقدم محتوى على السوشيال ميديا زي ما بيحصل في العادي. أما إمبراطورية ميم فطبيعي جدا لو أنا موجودة على الديسك فيبقوا كل العائلة كده موجودين حولي، وبيفكرنا أكيد بالنجمة العظيمة فاتن حمامة، والعمل مستوحى من طبعا نص أدبي شهير للأديب الكبير إحسان عبد القدوس. ولكن الحقيقة يمكن الاختلاف إنه إحنا أقرب للنص، لأنه النص الأدبي البطل رجل، لكن لما عملوا الفيلم لأنه طبعا فنانة فاتن حمامة هي كانت البطلة فغيروا وكأنها الأم. هنا الأب بيلعب الدور ومعاه برضو اختلاف الأجيال. وهنا أنا عايزة أقول لكم حاجة مهمة قوي. السنة دي أنا سعيدة لأنه حقيقي المتحدة راعت إنه المجتمع مختلف. يعني إحنا لو شفنا الأب الأم البنت الشاب الشباب، فأنت الشباب موجودين في كل أعمال رمضان، قصصهم مشاكلهم حياتهم رغباتهم تأثيرهم بشكل كبير جدا، وده موجود. طيب تعالوا كده نروح لمسلسل كمان اجتماعي، هو بيت الرفاعي المكون من 30 حلقة، النجم الكبير أمير كرارة. بصراحة السنة دي كرارة يعني عامل مسلسل اجتماعي، وفكرنا كده بفيلم العار والأفلام اللي كانت بتناقش صراع الورثة والمشاكل على الميراث، وده طبعا من خلال تيمة بجد شيقة جدا. عندنا كمان دراما اجتماعية شبابية ومسلسل مسار إجباري. زي ما قلت لكم الشباب موجودين بشكل كبير، والمسلسل بيعرض على شاشة القناة الأولى بطولة النجمين الشابين عصام عمر وأحمد داش، وأنا سعيدة بتصدرهم البطولة. بصراحة الحلقة الأولى شوقتنا جدا، لأن هي فيها كمان عرفنا حاجة أنا شخصيا يعني بقيت متشوقة عايزة أعرف عملها إزاي. محمود البزاوي طالع متجوز اتنين، بسمة وصابرين، والاثنين مخلف منهم وطبعا مخبي عليهم، وده لمدة 20 سنة. أنا شخصيا عايز أعرف عملتها إزاي يا بزاوي، هنعرف طبعا. نروح بقى للدراما الشعبية. الدراما الشعبية السنة دي عندنا عملين، المعلم النجم مصطفى شعبان اللي بيقدم حاجة جديدة ومختلفة، دراما شعبية وفيها كمان تجار الأسماك، والعمل التاني مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي. وطبعا بدأ أحمد العوضي في المسلسل أحداث ساخنة جدا، وهي فكرة الراجل اللي بيربي ابن مش ابنه بسبب طبعا إيمانه بالغيبيات والدجل وعوالم كلنا عارفينها. العوالم دي ليها شعبية وجمهور كبير جدا ومهم، عشان كده المسلسل بيناقش القضية دي. نروح بقى للكوميديا اللي كلنا بصراحة بندور عليها، كلنا بنبقى عايزين شوية كده راحة. الكوميديا طبعا عندنا الكبير اللي بيواصل نجاحه في الموسم الثامن مع النجم الكبير أحمد مكي، وكمان عندنا مسلسل بابا جه. وبابا جه طبعا في كده الحاجات اللطيفة اللذيذة اللي بتقابلنا كل يوم، نجم الكبير أكرم حسني واللي بيقدم كوميديا عائلية، وبينتصر أخيرا للأباء. يعني طول الوقت تلاقي ماما ماما، لا ده
ده بقى بابا جه بابا جه، فيعني فرصة كده الآباء يلاقوا نفسهم مع بابا جه. وأكيد وطبعا الأكشن زي ما احنا قلنا، طبعا في مسلسلات فيها بقى أكشن وفيها دراما وفيها حاجات مثيرة للجدل زي مسلسل غادة عبد الرازق وصيد العقارب. وطبعا صيد العقارب بتعود بيه غادة عبد الرازق، بيتناول عالم غريب وجديد على الدراما كمان ومختلف. النجمة ريهام حجاج راجعة بمسلسل صدفة، وبتدور أحداثه كمان فيها أكشن وبيتعرض وبنشوف حاجات وأحداث كتيرة مختلفة، والمسلسل بيعرض على شاشة القناة الأولى. روجينا بتعود وتتحدى نفسها هذا العام مسلسل سر إلهي ومغامرات مختلفة ومطاردات. وفاكرين احنا التتر الأولاني أو الترويج بتاعه بيبدأ بالشطرنج والتحدي اللي موجود. نروح بقى ونبدأ ناخد الأنفاس ونروح لمسلسل الحشاشين. الحشاشين الحقيقة دراما تاريخية سياسية، وهي الأضخم مش بس في المتحدة ومصر ولكن في الوطن العربي. أيوة نقدر نحطها بين قوسين كبار كده ونقول إنه المسلسل الضخم في الوطن العربي من حيث الإنتاج والموضوع. زي ما أنتم شايفين الصورة بديعة، إنتاج ضخم، أماكن تصوير حقيقية، الكاميرا في كل مكان، أحداث ساخنة بترصد لنا بداية فكرة طائفة الحشاشين واللي أسسها حسن ابن الصباح. والنهاردة طبعا هيكون عندنا فقرة مهمة جدا هتكون مع مهندس ديكور العمل، لأن مهندس ديكور العمل المهندس أحمد فايز هيحكي لنا ويورينا إزاي تفاصيل كمان بناء المدن، لأن احنا شفنا مدن، قلاع، ديكورات، أماكن كلها قديمة، وطبعا أماكن بتعود إلى تاريخ وأزمنة قديمة، وده اللي بيدي الواقعية للدراما، بيديها قوة. لما تشوف كمان الكاميرا بتقدر تتحرك، طبعا في أماكن طبيعية وخارجية الكاميرا بتتحرك فيها براحتها، لكن كمان لازم تنقل من الحركة الطبيعية والأماكن والمناظر الطبيعية لما تروح للديكور يكون كمان هو أقرب للطبيعي، وأحيانا ممكن ما تفرقش، أنت يتهيأ لك إنه المكان ده كده مصورين في مكان قديم، لكن الحقيقة الديكورات واضحة جدا مبذول فيها مجهود، وبيراعي فيها أيضا الفترة والحقبة التاريخية اللي بيتم فيها تصوير المسلسل. كلام كتير، كواليس كتير هنقف عندها، خلونا ناخد فاصل، أرجوكم عودوا إلينا بعد قليل. تفضل. عارفين كده لما نقول الدنيا دراما، والدنيا دراما الحقيقة اليومين دول، والناس كلها لما بتشوف بعض هو السؤال يا ترى انت بتشوف مسلسل ايه وايه اللي عجبك. احنا في زمن التكنولوجيا، وعلشان نعرف الحاجات واتجاهات الجمهور ويا ترى الناس بتشوف ايه، فكرنا وفكر فريق التاسعة النهاردة ازاي نقدر نحلل وسائل البحث والتواصل الاجتماعي زي جوجل. يعني طبعا لان كل الناس لما بتدخل على الانترنت وعلى جوجل يا اما عايزين يعرفوا حاجات كتير، بيعرفوا معلومات كتير وبيسالوا عن حاجات كتير. ده اللي احنا حاولنا ان احنا نشوف اداه البحث الناس عايز تعرف منها ايه وبتتابع ايه. النهارده قررنا مثلا نعرف مين المهتم ومتابع لمسلسل الحشاشين، وتحديدا مين من المحافظات. يعني قلنا طب يا ترى ايه اكتر محافظه متابعه المسلسل، فحاولنا ان احنا نروح كده مع طبعا كلمات البحث زي ما الناس بتكتبها على جوجل، فتتوقعوا ما هي المحافظه التي تتابع هذا المسلسل في مصر. اكثر محافظه متابعه لمسلسل الحشاشين هي الاسكندريه، تيجي بعدها في الترتيب زي ما انتم شايفين دي الاسكندريه، تيجي بعدها في الترتيب بورسعيد، ثم الجيزه، ثم القاهره. الجيزه دي اكيد انا موجوده فيها لان انا من المتابعين جدا، وبعدها القاهره، وبعدها القليوبيه. طبعا الترتيب ده المحافظات الاعلى بحثا، مش معنى كده ان بقيه المحافظات ما بتتابعش، لا بتتابع، بس احنا حاطين الاعلى بحثا. طيب تعالوا نشوف كمان ايه كلمات البحث المتعلقة بالمسلسل، بيدور على ايه يا ترى الناس، ايه المدلولات، يعني بيسألوا على ايه او عايزين يعرفوا ايه. هنلاقي مثلا انه اكتر الاسئلة الناس بتدور على مكان تصوير مسلسل الحشاشين، فدي حاجة حلوة، يعني معناها ان الناس معجبة بالاماكن وعايزين يعرفوا يا ترى هو اتصور فين.
وطبعا احنا لحد امبارح كنا بنتابع الحلقه الثانيه، فالناس قد ايه مشدوده. كمان الناس عايزه تتابع مين هو حسن الصباح، فكرته ايه، هو ايه. وده انا شخصيا يسعدني، لان هنا كده الناس بتحاول تعرف ايه الموضوع، مين الراجل ده، ايه الحشاشين، ايه الحكايه. كمان الناس بتسال اين تم تصوير كل مسلسل الحشاشين. زي ما انتم شايفين دي الاكثر بحثا على جوجل ما بين المحافظات، وده شيء جميل جدا. انا سعيده بان احنا دايما نوريكم المعلومات بشكل كبير. طيب تعالوا كده نرجع ونشوف. احنا عارفين ان احنا عندنا كمان في الدراما التالق للموسم الثامن لمسلسل الكبير اللي بيحظى بشعبيه وجماهيريه كبيره، وطبعا العمل الكوميدي. الفنان محمد ثروت بيعمل دور شاكر وهو موجود معايا على التليفون، والحقيقه هو من الحلقه الاولى والثانيه هو الشخصيه الاكثر تاثيرا. الفنان محمد ثروت، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا يا رب يا حبيبتي. ايه حكايه شاكر بقى؟ شاكر عامل قلب، يعني قلق من اول حلقه. شاكر الشمام، ايوه. ايه حكايه شاكر؟ والله هو كرم ربنا، الحمد لله رب العالمين طبعا. وطبعا مسلسل كبير جدا، مسلسل كبير قوي، الواحد لما بيشارك فيه بيبقى مبسوط جدا، لانه هيطل على المشاهدين بكاركتر جديد وبسمه حلوه، المفروض ان هي تبقى حلوه جدا في رمضان باذن الله يعني. طبعا الشغل مع النجم احمد مكي انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، وعلى المستوى الفني انا ببقى مبسوط جدا وانا شغال معاه، لان في كيمياء بيننا وبين بعض كبيره، خصوصا ان هي مش اول طلب في الكبير. كان في موسم ممتاز، اثنين سيزون، كان في عم علي سنجاب سيزون برضو، ودلوقتي شاكر الشمام، فالحمد لله كان في فرايتي في الحاجات. استاذ احمد الجندي طبعا من المخرجين الجمال جدا 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 طبعًا في الكوميديا طبعًا، وانا مبسوط جدا انا بشتغل معاه، مش اول مره الحمد لله رب العالمين. كان في قمه النجاح بتاعنا كان في بنك الحظ طبعا، فطبعا زي ما تقولي ايه، التركيبه اتكونت ان هي تعمل حاجه حلوه جدا. لا وانت يعني انت يعني موجود في الاحداث، يعني زي ما بنقول موجود في الحلقات الاولى والثانيه زي ما تابعنا. بتبقى شايف ردود الفعل بيهمك ايه؟ يعني اول حلقه ما بتنزل، رغم انه اول يوم رمضان، مسلسل بيذاع على الفطار، مين اللي انت بتبقى يعني عايز تطمن منه احنا تمام، الدور تمام؟ هو اكيد طبعا الاهل طبعا اكيد، لان اول يوم ده بيبقى طبعا انت عارفه بيبقى اكيد العيله و طبعا والاخوات والقرايب وكده، فطبعا بنقعد نتجمع على السفره، فبنشوف الحاجات اللي انا بقى طبعا شغال فيها وكده. فاول سنسور بالنسبه لي هو سنسور العيله عموما يعني، صح. تشوف هم تاني سنسور اللي هو بيبقى الشارع، يعني الناس بلمس ده في الشارع، بلمس ده في ردود فعل الناس في الشارع، هل الحلقه عجبتهم، هل الكاركتر عجبهم. بعد كده بيجي بقى السوشيال ميديا، بشوف بقى السوشيال ميديا وبشوف ايه التاثير اللي عليها والكلام ده كده. بتشوف، لانه كمان السوشيال ميديا بقت عامله زي المسرح، يعني كانك بتعرض ورد الفعل بيبقى موجود على طول، والناس بتبدا في التعليق مباشره يعني بشكل كبير. يعني ده فعلا من ضمن المميزات بتاعتها، ان 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 رد الفعل بقى وقتي زي ما بيقولوا، يعني اللي هو في وقتها. طب انا عايز اسالك سؤال كده يا ثروت، كواليسكم بقى عامله زي، انا حاسه ان انتوا احيانا ما بتمثلوش، هي الكواليس كمان مبهجه بالطريقه دي؟ هو كده كده الورق ما بيتعملش، هو ايوه، فبنقعد عليه طبعا، بنقعد نشوف الافيهات الاحلى من اللي موجود، لو في افيهات موجوده حلوه بنقولها طبعا، ولو في حاجات تانية ممكن نقدر نعملها او نقدر نرتجلها بتبقى في البروفات. وانس اللي احنا ابتدينا نصور خلاص بقى، يعني اللهم الا ممكن يبقى افيه جعل هوا بنقوله، لكن طبعا يعني الارتجال في البروفات ده لا غنى عنه عموما، خصوصا ان احنا اصلا كمان زي ما تقولي صحاب على الحقيقه، وصحاب زمايل في الشغل، ففي كيمياء بيننا بقى لها فتره، اكيد عارفين ازاي نخلق الافيه عامل ازاي، او الموقف اللي احنا موجودين فيه نقدر نضحك منه فين. اكيد انا بتمنى لك التوفيق. احنا لسه يعني هنتابع النهارده الحلقه الثالثه ان شاء الله، نفضل في متابعه للكبير ونشوف شاكر اخرته ايه في الحكايه. الفنان يا حبيبتي ربنا يفرح قلبك يا شاكر. الفنان محمد ثروت بشكرك شكرا جزيلا، ودايما الكبير يبقى منور شاشه رمضان. زي ما قلت لكم احنا طول الوقت هنبقى متابعين معاكم كل الكواليس، كل اللي بيحصل في كواليس الدراما المصريه. شهر الفرحه فاصل ونعود ونستكمل معكم التاسعة، عودوا إلينا.
اللهجة العامية المصرية عاملة جدل كبير جدا، والناس بدأت تتكلم عن مسلسل الحشاشين، والسؤال ليه المسلسل بيتم تصويره أو أداء الممثلين باللهجة العامية. والحقيقة يمكن تكون دي مش أول مرة، احنا شاهدنا أعمال قبل كده باللهجة العامية المصرية على يعني فترات طويلة، غير أنه العام الماضي كان الإمام الشافعي، لكن قبل كده كان في أيضا مسلسلات قبل كده تم أيضا استخدام اللهجة العامية. هو مش استسهال، ولكن كتير جدا من المؤرخين بيقولوا كلام كتير بأنه هذه هي اللهجة اللي كانت مستخدمة، لم يتحدث المصريين الفصحى الكاملة. خلينا نعرف إيه اللي كان بيحصل في الأزمنة دي. هل كان الشارع المصري والحارة والأماكن في الأزمنة المختلفة وفي يعني القرن اللي قبل ده كانوا بيتحدثوا بالفصحى، ولا كان في لهجة مصرية؟ نروح إلى التاريخ ونسأل المؤرخ رحاب الدين الهواري. أستاذ رحاب، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، كل سنة وحضرتك بخير. وانت بألف خير. يعني أنا قرأت كثيرا عن أزمنة كثيرة بأنه لم يتحدث أبدا المصريين في أي وقت الفصحى الكلاسيكية، يعني هقول لحضرتك يمكن عشان نحسم هذه القضية تماما، في كتاب عظيم جدا للغوي العظيم الراحل الدكتور شوقي ضيف بعنوان العامية فصحى محرفة، يعني حتى من عنوان الكتاب العامية فصحى، صحيح العامية فصحى محرفة، بيقول فيه وكأنه بيجزم، والكتاب صادر من أكثر من 40 سنة، بيقول أن العامية الحالية بدأت خلال القرون الأولى لفتح العرب لمصر، يعني العامية اللي احنا بنتكلمها الآن من القرن السابع الميلادي، نفس العامية اللي احنا بنتحدثها مع استخدام بسيط لبعض الأفعال في الفصحى والضمائر. صحيح. يعني هو بيقول ان الأفعال والضمائر فقط اللي واخدينها من الفصحى. بيسأل يعني بيقول النموذج اللي حصل او العامية هذه جت منين، او هذا المزيج اللي احنا بنتكلمه جه منين، ان كان في الوقت ده اللغة القبطية المصرية قبل دخول الإسلام في القرن السابع لمصر، مع نزول عدد كبير من القبائل العربية بعد دخول الإسلام، عدد كبير وخاصة من القبائل الهلالية جم إلى مصر ثم إلى المغرب العربي، هذا المزيج خلق العامية الحالية اللي احنا بنتكلمها، من احتكاك القبطية الأصلية مع دخول الإسلام مع الفصحى اللي موجودة من القبائل العربية، فنتجت العامية اللي هي بيقول عليها لغة الحكي اللي احنا بنحكي بيها حتى الآن. وهنا كمان إذا أقول إنه ده أنا بشوف من وجهة نظري، يخليني أتعامل مع المسألة كمشاهدة زي المشاهدين، أنا بأرى إن دي منتهى الواقعية، يعني يمكن الأعمال اللي كنا بنلجأ فيها إلى لما يبقى عمل تاريخي فنتحدث بالفصحى الكلاسيكية، ولكن هنا دي منتهى الواقعية. ليه؟ لأنه كمان هنا بنشوف الرجل اللي موجود في الشوارع وفي الأزقة وفي الأماكن القديمة والبائع والتاجر، فكل دول ما كانوش بيتحدثوا الفصحى اللي بنتعلمها في المدارس أو في الجامعات، يعني الفصحى الكلاسيكية كان ليهم اللهجة العامية زي ما حضرتك قلت، فكده الدراما تبقى أقرب إلى الواقع القديم. ده اللي هأكده لحضرتك ويتفق مع كل اللي حضرتك بتقوليه، إن الدكتور شوقي ضيف ضرب مثل عظيم جدا، بيقول إن كلمة ما بعرفش إضافة الشين دي حصلت في القرن السابع الميلادي، كانت بتتقال إيه؟ ما بعرف. ما بعرف ما قلت. أيوة. فاحنا زودنا الشين، فما قمل واحنا عندنا شين كتير، يعني ما بعرفش ما باكلش ما بشربش. الشين دي اختصار لايه؟ الشين دي اختصار لكلمه شيء، يعني ما قلت شيء. أيوة. فما قلتش، ما عرفتش. صح. حضرتك في مثل شائع جدا جالنا من ايام الدوله الفاطميه بيقول ايه؟ الذوق ما خرجش من مصر. كلمه ما خرج، لا قال ما خرجش. أيوة. الذوق ما خرجش من مصر. أيوة. الذوق ده كان مين حضرتك؟ كان الإمام سيدي العارف بالله أحمد. أيوة. الذوق في عصر الدولة الفاطمية. صحيح صحيح.
فقالوا ما خرجش من مصر واستخدموا هنا العامية المصرية. استخدموا العامية المصرية. أنا كمان سمعت يعني مثلا عند أحمد بن طولون وفي أحاديث كتير عنه أنه لما كان بيسأل لماذا أنت بتدي الـ 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 الوظائف إلى المصريين رغم أن اللسان مكسور، فهنا كانوا يقصدون بأن المصريين لا يتحدثون الفصحى. فإذا كل يعني كل التاريخ بيقول بأنه دائما كان عندنا لهجتنا العامية موجودة، يعني ربما كان الفصيح هو الشاعر هو الأديب هو العالم هو المدقق هو 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 المؤرخ، لكن رجل الشارع ورجل الحياة كان يتحدث العامية المصرية. لغة الكتابة كان لابد تختلف عن لغة الشارع، زي ما حضرتك بتقولي لغة الدواوين كانت هي اللغة الفصحى، بدليل ان مثلا فيما بعد الشيخ العرب همام استعان بقبطي من اهل مصر للمسؤول عن الحسابات، لانه كان بيجيد الكتابة بالفصحى والحسابات، اما رجل الشارع فده التاجر اللي بيتاجر معاه فبيتحدث لغة الشارع اللي ما زلنا بنسمعها، واعتقد انه كان يعني كان قرار عظيم جدا من صناع المسلسل انه يبقى باللهجة اللي احنا نستمتع بيها، وده يمكن اللي عمل جمهور عظيم من اول يوم وعمل حالة من الجدل. أكيد. إذا تنتصر الدراما وتنتصر اللهجة العامية في الحشاشين أو في غير من الأعمال التاريخية، إنها تنتصر للهجة العامية المصرية اللي هي كمان منتشرة في العالم العربي كله. أشكرك شكرا جزيلا المؤرخ رحاب الدين الهواري. زي ما قلت لكم فعلا العامية المصرية منتشرة كمان في العالم العربي، كل العالم العربي يجيد العامية المصرية أو عارفين العامية المصرية، ما هياش بعيدة عنهم أبدا. فإذا كده حاولنا بشكل علمي كمان إن احنا نضيف شيء تاريخي إلى هذا الجدل علشان كمان يبقى فاهمين لماذا لجأ مسلسل الحشاشين لهذه الكتابة. أنا في رأيي هو انتصار للهجة العامية. طيب تعالوا بقى نروح لكواليس صناعة ديكورات مسلسل الحشاشين واللي بتسألوا عليه، وزي ما قلنا كتير من الناس سألت يا ترى تم التصوير فين وإيه الحكاية، زي ما شفنا يعني مؤشر البحث وعلى جوجل الناس كانت بتسأل الأسئلة دي، وعلشان كده احنا قررنا تكون دي الفقرة الرئيسية اليوم مع أيضا يعني المهندس والأستاذ أحمد فايز وهو مهندس الديكور لمسلسل الحشاشين. هتعرفوا تفاصيل كتير بعد فاصل قصير. أنا يعني عندي إحساس كبير جدا إن احنا هنظل نتحدث عن الحشاشين في عناصر كتيرة جدا. ليه النهاردة بنتكلم على الديكور؟ لسه بنتابع الحلقة الثانية، وطبعا الحلقة الثالثة النهاردة هتبقى، ولكن زي ما احنا شفنا الناس بتسأل أين تم تصوير مسلسل الحشاشين، ده معناه أن الناس عايزة تعرف الديكور. لسه الأحداث طبعا يعني في البداية، لكن يبدو أنه هيبقى تفاصيل هذا المسلسل هي مسار جدل للناس طول الوقت. خليني أرحب بضيفي مهندس الديكور أحمد فايز وهو مهندس ديكور مسلسل الحشاشين. مساء الخير يا باش مهندس. أهلا بحضرتك. المسلسل واضح ان هو شدد الناس، واحنا عملنا بحث كده علمي ولقينا انه اكتر الناس بتسال على محركات البحث عن تصوير المسلسل وتم تصويره فين. قول لنا بقى الاسرار. احنا الخارجي بتاعه كان بيتصور في كازاخستان، وفي جزء بتاع الميه والمركب اللي هنشوفه ان شاء الله في الحلقه بتاعت النهارده في مالطا، وبقيه الحاجات كلها في مصر هنا. في مدينه الانتاج بنينا كل شيء. طيب بقى. لما انتوا صورتوا في كازاخستان وبعدين مالطا وبعدين رجعتوا هنا في مصر، خليني اقول للناس كمان انه احنا عندنا مدينه للانتاج ضخمه وهايله ومعده، يعني اعتقد هي من اهم مدن الانتاج في منطقه الشرق الاوسط. ده حقيقي. لكن يعني ازاي تقدر تعمل التوازي لانك لازم تحافظ على نفس الصوره؟ كلمنا بقى على الديكور في المدينه. الديكور في المدينه لما رجعنا كده بدانا نشوف، بس الحقبه دي كانت حقبه هي ما فيهاش داتا كتير. احنا يعني ممكن حضرتك تشرح لنا واحنا بنتفرج معاك على المشاهد دي، اتفضل. هي اصفهان تحديدا بتبقى عباره، كانت مدينه قديمه عباره عن حضاره فارسيه وجزء من الحضاره الهنديه قبلها،
وبعد كده العباسيين دخلوا حطوا وصمة جواها، وبعدين بدأت الحضارة بداية الحضارة العثمانية اللي هي السلاجقة بدأت تخش تحط حاجتها. فانت هنا طول الوقت بتراعي ميكس القباب، البيوت، ما بين كذا حضارة اللي هي كذا حضارة أقدم من المكان نفسه، يعني هي هي بلد قديمة. الفكرة ان كنا حابين نبني السكيل ده عشان ده بيدي حقيقي، يعني حقيقية اكتر للصورة عن لو كان في جزء كبير جرافيك. فدايما بنغطي الجرافيك عشان يشتغل ورانا زي ما بيحصل من جبال. يعني انت بتعمل الشكل الحقيقي وبعدين تكمل بعد كده في الجرافيك، يعني تعمل السهول او يعمل الابعاد اكتر، الأبعاد او يزود المدينه، يكبرها المدينه صغيره فيكبرها بشكل كبير، لكن لازم يبقى عندك اساس. لازم يبقى عندي اساس. طيب الارتفاعات كمان كان هي عشان نقدر نصور من كل الجهات، حتى في الاسوار بتاعتها حتى كله يعني خلينا ارتفاعات ضخمه، يعني توصل ل 16 و17 متر. بس الحقيقه حاجه بديعه. يعني استغرق قد ايه وقت اعداد الديكور وتنفيذه؟ حوالي 6 شهور. ست شهور. واعتقد ده هو اللي بيدي الاحساس، يعني لما المخرج بيدخل والممثلين وبيدخلوا الاحداث، ده كله بيدي نفس الاحساس، يعني بيعمق الاحساس كمان. ايوه طبعا، يعني الديكور هو بتبقى البذره الاساسيه بتاعتهم، وبعدين يخش يعلى بالتصوير، وبعدين يخش يعلى بالديكوباج بتاع المخرج، وبعد كده يخش يعلى في المونتاج، وبعدين احنا مراحل ورا بعض، وبعدين الجرافيك يعليه. ده اعتقد ده دي القلعه. دي القلعه اللي هي المشاهد اللي شفناها في الحلقه الاولى بالظبط، لسه هتظهر كتير بعد كده. وكان عندنا كمان في الحلقه الثانيه امبارح اللي هي وهم كانوا بياخدوا الذهب من على جزء القصر. من المدينه الفاطميه. جزء من المدينه الفاطميه. فانت عندك هنا اكتر من مدينه. المدينه الكبيره دي إيه؟ المدينه الكبيره دي متقسمه، يعني حضرتك بتشوف الميدان وشوارع متفرعه منه، كان ده كله اصفهان، وعاملين شارع من القدس في جنب من جناب المدينه، وعاملين واحد تاني من سمرقند، وفي جزء من الفاطميه، كل ده في الدايره اللي احنا فيها. وكل واحد ليه تفاصيله، كل واحد لان الفاطمي غير سمرقند غير كذا. طيب خلينا نقول برضو، لانه انا دايما ببقى مهتمه جدا ان الناس تعرف بانه الدراما صناعه، يعني هي مش بس ممثلين وكاميرات، في صناعه، في عمال ديكور، في اضاءه، وعشان تنور كمان المكان وتدي التفاصيل. انا شايفه تفاصيل. انت كمان عامل السقف عامل ازاي؟ اعتقد امبارح كان في مشهد السقف وهو رايح يقابل عمر الخيام لما كان بيقابل في القصر. بتاع السقف ده ايه؟ نشرحه. ده الـ الـ بتاع الـ القصر بتاع الدوله السلجوقيه. فهنا مفيش سقف. هنا بنوصلين لحد حوالي 11 متر، والسقف جرافيك. المصادر كانت ايه؟ كتب التاريخ، صور، معارض، يعني في الحاجات دي بيبقى الريفرنس بتاعها قليل جدا، فانت اول حاجه بتروحي لها هي الحاجات اللي عايشه لحد دلوقتي. فبتروحي تشوفي الموتيفات والجوامع اللي موجوده وترجعي لتاريخها. لا، بنجيبها كلها سيرش. بتجيبها. فبنحاول نجيبها كده، وحاول نخش على المتاحف كمان عندهم لان بيبقى فيها حاجات مهمه، وبعد كده بتبتدي ترجع للمصادر البسيطه. هل بيحصل في تصوير على الورق؟ يعني بمعنى ايه؟ بيبقى المخرج، مدير التصوير، الديكور، انتم الثلاثة كعناصر عمل فنيه بتبقوا قاعدين، لانه التفاصيل اللي احنا بنشوفها في تفاصيل في الحيطان، في الالوان، في الاختلاف، القبب، دي برضو مهم انها تبقى باينه وموجوده وتبقى صحيحه. هي اول ما المسلسل ابتدينا عليه احنا كلنا قعدنا مع بعض عشان نفهم، يعني نعمل خطه كلنا هنعمل ايه. فالقبب هنا بالوان تقريبا متقاربه. بالظبط. هي على فكره القبب دي احنا انا شفت زيها مثلا في الاردن، في فلسطين، في العراق. دي حقيقه عشان الحضاره العباسيه كانت ماسكه المكان ده كله. كانت موجوده بنفس الشكل ده. هي الحضاره العباسيه ميزتها كمان ان هي حضاره مرنه، يعني مش عندها طراز محدد ليها كمان، بس هي يعني كمان في حاجات بتخش من الاندلس الناحيه الثانيه خالص، كان بيدخلوها في المعمار عندهم، وكان بتخش حاجات متاثرين بيها من الحضاره الفارسيه، يعني زي مثلا الاندلس هتلاقي فيها جوه المعمار بتاعهم حاجات من الحاجات القبطيه. موجود في اسبانيا هتلاقي حاجات كتير. لا، حاجات من القبطيه كمان، من اللي قبليهم. طيب احنا هنا شايفين ده، طبعا شايفين عماله، شايفين ديكور. كم عدد العماله اللي بتشتغل فيه؟ حوالي 600 كده. 600. 600 عامل بيبني، عامل ديكور. عامل ديكور ما بين نقاشين، نجارين، حدادين، كهربائيه. ودول بيبقوا يعني هل دول الناس العاديين اللي بيبنوا شققنا وحاجتنا؟ ولا دول فنيين؟ لا، فنيين بتوع فن. لانه هو طبعا بيبني شكل، لكن مش بالضروره هيعيش مليون سنه، لان ده ديكور ممكن يتهد. لا، مش ده هيعيش كتير، بس هي اصلا ليهم طريقه ثانيه عشان
كمان مرحله التقديم، مرحله يعني اشرح لي ايه الفرق بين العامل العادي والعامل الفني اللي بيبني ديكور مسلسل؟ التاسيس، يعني احنا لما نيجي ناسس هنا بناسس خشب، فما بناسسها معمار زي الحقيقي طبعا، ولا خرسانه بقى ولا حاجات ولا حاجات دي، فهو عنده مراحل تانية خالص. فهنا المراحل اللي احنا بنبني عليها بنبني خشب، وبعد كده بنبني جبس والفوم، ويعني احنا خطه تانية غير خطه الانتريور خالص. فخلينا نقول هنا بس الديكور ده، وده اللي دار فيه كل ال 30 حلقه احداث المسلسل، ولا في لا في ديكورات تانية وفي حاجات ديكورات تانية كتير. ولكن الديكور بشكل عام بس ده في 600 يعني. ايد عامله كانت موجوده فيه بشكل عام. بشكل عام. طيب الحاجه التانية برضو، انت هل بترجع يعني لازم ايه المشاكل اللي كانت بتقابل المخرج؟ لان هنا في شريو وحركه كاميرا فوق تحت، يعني كان بيرجع لك في حاجات اكيد. زي ايه هو مثلاً؟ باتفاق هي في المخرج اصلا بيجي اما بيحصل وبعدين بقيه يعني كلنا بنبقى على جروب واحد بنتفرج على الحاجات. يعني اول ما ابتدي اصمم بشارك في المخرج طبعا اول واحد عشان نقعد نتكلم مع بعض، بيتر بنقعد مع بعض كتير، وبعدين بيجي مرحله التصوير بفهم، ومرحله الملابس لازم يفهم الالوان اللي انا هستخدمها، اشاركه في المعمار، اشاركه في الموتيفات. يعني هنا يعني شايفين العمدان ليها لونين هنا؟ لا دي لسه كانت بتاسس. هنا ده زي قصر او حاجه؟ ده القصر السلجوقي برضه. ده القصر السلجوقي. نفس الشكل. وطبعا هنا بيدخل معاكم كمان عناصر الملابس، في كمان الاضاءه برضو لازم تراعي نفس الاضاءه اللي كانت مستخدمه. بالظبط حسين، عشان كده لازم بيبقى يجي كمان في مرحله التشطيب بنبعت لحسين الفريمات، وبنبعت للجرافيك، وبنبعت للملابس عشان بس يبقى عارفين احنا رايحين فين. وبيتر بيجي مثلا على ثلاث مراحل، يعني بيجي مرحله في الاول، مرحله في النص عشان لو في حاجه زياده عايز يقولها او عايز نمهد له حاجه عشان التصوير. تعرف انا بتمنى ايه مهندس احمد؟ يعني انا بتمنى وبنقل ده للشركه المتحده، انه يعني هذا الديكور يظل باقي، لانه وليه لا ان الناس تدخل وتتصور وتتبسط. لما بنشوف حاجات كتير في تركيا يقول لك ايه الفيلا دي تم تصوير فيها مسلسل معرفش ايه، الحته دي على البسفور فيها، فما بالك في مدينه الانتاج هذا الكنز من الديكور، اذا يعني نقدر الناس تقدر كمان تصور او اعمال او يتم الاحتفاظ بيه، هل نقدر جزء منه يفضل موجود؟ دي بتبقى عمليه انتاجيه بس يعني انتاجيه، بس فعلا كل حاجات بره في حتى في تركيا وامريكا واي فيها منطقه فيها صناعه، لما يبقى في سكلات زي دي بيتعمل لها مزار، وبالناس كمان بتلبس زي المسلسل، وبالناس بتخش تزور المكان. أيوة بتكت أيوة. يعني زي يونيفرسال ستوديوز بيعملوا حاجات كده يعني. ولكن يعني اتمنى ان ده يفضل ممكن يبقى موجود شويه، انا عارفه انه مكلف بقائه، لكن لانه عمل ضخم كبير جدا، يعني بنلاقي ده بيحصل في المغرب وبيحصل في تركيا، بيحصل في لانه تركيا الناس تروح تصور فيها كتير. هل انا ممكن اسيب هذا الديكور ويتم برضه مثلا فيلم عايز يعمل حاجه عن الشرق الاوسط او الحاجه الروح الشرقيه، يتم الاستعانه، تغيير الالوان، تغيير حاجه، يبقى ايضا قطعه من الزمن موجوده على الارض هنا؟ اعتقد المتحده هتعمل كده، بس لسه مش عارف قرارهم ايه. احنا بننقل ده ليه يعني الاستاذ عمرو الفقي، وبنقول يعني نفسنا يفضل الديكور ده ويبقى متحف موجود، والناس الحقيقه تقدر كمان تتابع ونقدر نستفيد منه، لانه اذا كان في 600 عامل بنوا ده، فده اعتقد يعني كم عماله غير طبيعيه. طب بعد البنى ده كمان بيبقى فيه الاضاءه بتبقى موجود فيها، لانه لازم تبان كل العناصر كما هي، الاضاءه ما تغيرش كتير، ما تسطحش العمل، تدي تفاصيل وعمق. هي احلى حاجه في الـ في الـ في التيم بتاعنا يعني، اللي هو بقاله فتره كبيره مع بعض. فتيم بقى حافظ بعض يعني، احنا وتيم بيشارك بعضه كتير يعني. السوق كمان هنا ده السوق. السوق بقى هل انت برضو بتراعي فيه نفس الأزمنة نفس السوق؟ هل بيبقى مختلف يعني سمرقند غير يعني المناطق التانية، ولا تقريبا السوق متقارب؟ لا بيبقى مختلف، حاجات بسيطة في نوع البضاعة اللي بتتباع يعني، في كل بلد بتميزها شوية حاجات بس. يعني هنا الألوان مثلا فيها بنيات، في ألوان تانية عندك فيها إزرقات، ما عشان دي جزء فيه ازرق ده كان بتاع سمرقند، وبقيه الحته اللي واخده نبيتي في ازرق برضه لان واخدين نفس اللوح، لان سمرقند قريبه كان اصفهان. لكن مثلا في الفاطميين هتلاقي الروح عشان كانت عاميها المجاعه، فالدنيا ما بين الابيض والبيج، ما فيش الوان في الموضوع. ايوه، وانا لاحظت انه كمان حتى في المشاهد المجاعه، حتى كمان الملابس كلها باهته. بالظبط، فالدنيا كلها فيها تناسق كبير يعني. بالظبط، في الشده. طيب
يعني بقالنا حلقتين بس بنشوف الحشاشين والنهارده هنتابع او بدات الناس تتابع الحلقه الثالثه. انطباعك ايه انه سؤال الناس مبكرا عن الديكور والتصوير يعني الناس بس في 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 شغلانتنا ما بيفهموش فكره الديكور قوي، يعني دايما ما بيبقاش حاسين بالمنطقه دي. يعني فاهمين التصوير، فاهمين الاخراج، فاهمين الممثلين، لكن الديكور لحد كبير ما حدش بيحس بيه، دايما بيفتكروها اماكن حقيقيه، وده بيبقى احنا مبسوطين وده بيحصل، لان انت طول ما انت مش مبين ان ده ديكور وده مش وانت والناس متلخبطه مش عارفه ده حقيقي ولا ده في مكان بجد ولا ده معمول مش عارفه تتكرر، ده بيبقى بالنسبه لنا نجاح. يعني انت قدرت ما تخليش البني ادم فاهم ان ده ديكور. بس كفكر الصناعه احنا ناقص لنا فكره الميكنج عامه اللي الناس تبقى فاهمه الحته دي. هل حصل تصوير للميكنج وطبعا نورتوا المكان وجي المخرج بيتر ميمي قبل دخول الكاميرات يعني والتصوير بقى؟ حصل جزء كبير من الميكنج. حصل جزء كبير. انطباع الممثلين بيبقى عامل ازاي؟ لان هم دول اللي بيبقوا شخوص يعني لما بيدخلوا، لانه انا لو داخله المكان ده انا هتعامل معاه، هو هيضيف لانطباعي، هيخليني ادي فعلا وكاني انا من سمرقند او من اصفهان او مشابه يعني. لا كانوا يعني في الحشاشين كان الناس بتخش مبسوطه جدا بالديكور وراكبه الشخصيات وخلاص بتعيش الحاله بسرعه يعني. انا نفسي، مش عارفه لو الوقت، لو نشوف يعني في مثلا مشهد اعتقد ده على الافيش يعني كريم عبد العزيز وفي ظهره البيبان كانت الحقيقه حاله رائعه جدا يعني. البيبان والشبابيك والحاجات دي، وبعدين في كمان كتابات بنكتبها في ظهرهم. يعني هتلاقي احنا كنا بنرجع لمصادر كتير، يعني هتلاقي في حاجات من ابن عطاء الله السكندريه مكتوبه، في حاجات من الاشعار اللي موجوده اياميهم، في حاجات لعمر الخيام، في حاجات من القران موجوده. الموتيفات ده مجهود كبير يعني، انت كمان بتعمل حاله فنيه، مش بس يعني حاله فنيه بتاخد مجهود، عشان كل شخصيه نبني لها البيت مكان بتاعها درامي يليق عليها يعني. امبارح كان في الحلقه مشاهد وهم بيفكوا الذهب علشان يبيعوه من القصر. برضو ان انت لازم تحط نوع من انواع النحاس او بالزبط. يبدو انه ذهب يعني بالظبط. واتعمل الشغل اليدوي بتاع الحاجات وخصوصا السلاح والحاجات الموتيفات زي البيبان والحاجات دي والاوكر والحاجات دي، اتعمل جزء فيها كبيرا في مصر القديمه والحسين اصلا. يعني رحنا ورش حقيقيه بتاع الذهب وبتاع النحاس، واشتغلنا على السلاح عشان يبقى دقيق، عشان يطلع فيه صنعه الناس القديمه، تحسي مش مجرد فيج. يعني حتى النص اللي كنا بنكتب عليه الدروع بننقشها ونصبها بالنسبه للدروع كمان انا شفت كتير، يعني كان في مشهد امبارح المبارزه بالدروع ده، برضو الدروع دي كلها يعني برضو يعني مكمله لنفس الديكور والشكل، يعني كلها نفس الوحدات يعني. كلها نفس الوحدات بس احنا بيبقى ساعه المعركه بتبقى عندنا دروع حقيقيه وعندنا دروع تبقى الاصل منها فيك ديكور ديكور. طيب يعني كمان هنا انت في هنا نسبة كمان كبيره جدا، احنا ده مش ناس سلاح، لكن كمان المزج ما بين التصوير الخارجي، القلاع بقى والمركب ده كان في مالطا، مركب حقيقيه؟ لا مش حقيقيه، لا احنا كنا الوتر تانك هناك، تانك كده بنصور فيه المشاهد دي، بتصور فيه بس بنيت المركب لا بديكور. هي كانت مركب جاهزه للتصوير عندهم ثابته، احنا بنخش نعدل عليها، يعني انا رحت عدلت عليها، عدلت على المركب. لو نرجع لمشهد المركب ونثبتها عشان نختم بيها، يعني مشهد المركب ده برضو مشهد صعب. صعب يعني علشان تلاقي التفاصيل دي وتجيبها، وبرده ده هنشوفه في حلقه النهارده باذن الله ان شاء الله، مشهد المركب باذن الله. طيب التصوير والكامبات كمان، الكامبات دي مبنيه هنا في مصر في الحزام، وفي حاجات في المعارك كانت في الفيوم. خليني اقول شويه ارقام، 600 عامل اشتغلوا او اكتر في الديكور، الورش بتاعه و50 مهندس، قصدي انا اسف، و20 مهندس، 20 مهندس ديكور، الورش كمان اللي اشتغلت في تنفيذ الديكور، ورش في الحسين وفي مصر القديمه يعني وفيصل. اقصد انه كان في هذا المسلسل كان بمثابه مصنع حقيقة، مصنع علشان المسلسل يخرج للناس، عشان كمان التوقيت بتاعه توقيت. بخلاف ده كمان في عمال الإضاءة، ده حقيقة، ده غير الفنيين اللي هم بتوع الإخراج، ده يعني ده غير الملابس، فكان في جيش من العمالة المصرية كان موجود في مسلسل الحشاشين، عشان بس حضراتكم تشوفوا لقطة
شوفوا قد ايه بتتكلم. واحلى حاجه اللي هو كله مصري بالكامل بصراحه يعني. اكيد يعني مصري 100%, مصري 100% بلهجتنا العاميه بلهجتنا العاميه كل حاجه دي اهم حاجه. لكن قبل ما تسيبنا علشان الوقت خلاص, جودر اللي هيبدا في النص الثاني من رمضان ان شاء الله نعمل قعده برضو إن شاء الله. لانه انا شايفه انه جودر كمان في ابداع في الصوره, وهناك بقى الموضوع اسهل شويه لان هناك فانتازيا فبتبقي حره اكتر وبتقدري تعملي عوالم اكتر. خيال. انت مرنه بس خيالك مرتبط بالتاريخ برضو بس خيال مرن اكتر يعني. هل لجأت وانت بتشتغل لاحد المؤرخين او الناس غير الصور عشان تسال برضو وتتاكد؟ ايوه طبعا, رجعنا لصور كتير, رجعنا لناس كتير جدا زي الناس اللي بتوصف كمان في الكتابه زي قزويني والمسعودي وابن خضلان. أيوة. عشان تاخد القرار الاخير انا همشي في السكه دي. ايوه بس بنسمع كتير جدا وقرينا كتير جدا 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 غير الحشيش. بشكرك شكرا جزيلا المهندس احمد فايز, هذا الابداع اللي بنشوفه ومصر ولاده بنشكركم وان شاء الله نكمل معاكم هذه الاعمال. انا سعيده جدا لانه مش عشان احنا بنشوف مسلسل درامي, هذه الصناعه الفنيه الدراميه اللي موجوده في مصر صناعه قديمة وكبيرة, ومصر ولادة والريادة واضحة جدا على الشاشة. احنا لسه مكملين تساعة, هيكون معاكم بإذن الله غدا تفاصيل أخرى وأيضا كواليس أخرى. خليكم متابعين وافتكروا دايما أن الدراما اتعملت علشان مشاهد مصري كريم يستمتع في رمضان, وأيضا المشاهد العربي هو شهر الفرحة وإن شاء الله يكمل بكل فرحة. انتهى وقتنا في التاسعة, غدا يتجدد اللقاء معاكم, نكون موجودين مع فريق العمل. ألف سلام.